نقولها بوضوح لتلك الفئات الضالة، الكلاب الضالة التي جاءت إلى هذه النظرة من أبناء النظرة بالخصوم وغيرها، يريدون أن نريدون أن نتغالب هؤلاء، نقول لهم هكذا نحن نلتمس علينا. سنذيقهم شر العذاب، ونحن القوى المتغازلة الذين استلموا أموالهم في سبو وباعوا أخلاقيات هذه المنطقة ودماء هذه المنطقة، فإننا نقول هم هم السبب في كل هذه، لأنهم هم السبب لأنهم فرعوا لكلاب الحكومة أن تنزل في أراضي المواطنين، فكانت هذه المسيرة. فإخواننا من سبو الذين سمعوا للناس للحكومة أن تنزل إلى أرض المواطنين هم السبب في هذه الجرائم، وهؤلاء هم الذين خانوا هذه الأمة، الذين خانوا البلد. لتعرفوا جميعا الذين خانوا البلد اولهم داوود شغبريز. فضل شريف وليد بكري أزهر سلمان يوسف صالح إبراهيم حسن عبد الحفيظ ملك الناصر بنو حسين شيخ الدين محمد إبراهيم محمد عبد اللطيف. هؤلاء هم الخونة الذين باعوا أراضيهم بحفنات من الجليات، لماذا؟ لكي يتحرك شعبنا دفاعا عن ارضهم ويغتال الشهداء ويستشهد الشهداء، وهم الان في بيوتهم قادرون تدميرا. سنستقل منه ان شاء الله ونستقل منه الى رب كان أسلمنا سيدي كجبار، لأن الليلة كانت في مسيرة سلمية اتحركت من موقع المنطقة التي تجمع فيها الناس، واتحركت على عبور زي 7 كيلومترات واجهوا من الشرطة بإطلاق نار رصاص حي وكذا، وجو بعض الناس المصابين وبعض الناس المتوفين جبنا لكنا في المستشفى. كانت تدينا تدريب كامل للأشخاص اللي جبنا فيها المستشفى. والله مرحب بكم في المستشفى وكده. وطبعا الساعة 2 كده جات عربات مليانة بالأهالي، وجابوا عدد من المصابين، فمن ضمنهم 4 أنفار ديل متوفيين كويس. يعني أول حاجة في 2 ديل مضروبين في الرأس، يعني ضرب للرصاص، ويعني الرأس كله متهشم. 2 اللي هم شيخ الدين حاج أحمد والصادق محمد سالم، اللي هم دول من هنا من البلد دي ذاتهم من فريق، وشيخ الدين ده من نوري، دول مضروبين يعني في الرأس، والرأس متهشم تماما
كويس. بعد ذلك في ثاني اثنين ديل عمرهم كده يعني تقريبا واحد 45 كده واحد 35. في ثاني شباب اثنين واحد عمره زي 23 كده ده مضروب في 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 ال في ال في, في, في الرقبة برضه برصاص في مدخل بتاع الرصاص وفي مخرج في نزيف شديد برضه ده برضه متوفي. وداني في واحد ده برضه عمره برضه حوالي 23-24 كده برضه مضروب في رصاص في الستر برضه وصل المستشفى متوفي. يعني ده أربع حالات بتاعت وفاة يعني جابوهم المستشفى متوفيين. و هو أسباب الوفاة بتاعتهم الرصاص في اللتات اللي قلت عليك دي. بعد ذلك في ثاني زي ثلاثة تنفار ديل برضو مضروبين رصاص اثنين منهم في في الفخذ يعني واحد مضروب في في طلقة خاشة في في الفخذ الأيسر ومشت طوالي كده لحد ما بقت ظهرت في الجلد تحت الجلد في الفخذ الأيمن اللي هو خشت بالحوض خشت من داخل الحوض. وطلعنا الرصاصة لقيناها تحت الجلد كنت طلعتها طوالي بإذن موضع عادي. بعد ذلك واحد تاني برضه مضروب بضربتين في الفخذ اللي هو ما في في مدخل بتاع الرصاص لكن مخرج ما ظاهر مخرج ما في ورم تديس في الفخذ ذاته. في الضربة الثانية في الساد تحت برضه وديل عمل لهم خياطة ونضافة للجروح كده. وثاني في واحد ثالث مضروب هنا في فوق الحاجب الأيسر ضربة برضو عميقة كده. المهم عليهم ده برضو كويس الاثنين ديل أو ثلاثة ديل كويسين هسه حاليا لكن بحتاج يمشوا طبعا يمشوا مستشفى دنقلة يعملوا صورة أشعة وكده. أيوة فده الحالات اللي جاتنا بالتحديد كده وما في حاجة ثانية إضافية. شكرا. أنا أشكر السيد الدكتور يوسف خريف في التقرير الكافي وجاء فيه كل التقارير اللي حصلت ونشكره جزيل الشكر والتقدير.